السلام عليكم أعزائي الطلبة، أتمنى أن تكونوا بصحة وعافية، وأسأل الله أن يحفظكم ويحفظ عوائلكم جميعا ويحميكم من كل شر إن شاء الله. أعزائي الطلبة، اليوم سوف نتناول محاضرة جديدة في مادة الصوت المرحلة الثانية، الفصل الحادي عشر، Chapter 11 Complex Word Stress. Okay, so let's begin. Complex words. Complex words, words that are morphologically composed of two or more grammatical units, such as careful, carelessness. Okay, يعني شنو؟ هي مفردات متكونة من أكثر من وحدة نحوية. Okay, question. There is a question that say that what are the major types of complex words? What are the major types of complex words? ما هي الأنواع الرئيسية للمفردات المعقدة أو يعني complex words؟ First of all، عندنا words made of a basic word from form شنو stem. يعني شنو هو الستم؟ بداية الكلمة أو الجذع مال الكلمة. With the addition of an affix، مع إضافة لمن الأفيكس إضافة صرفية، such as unhappy، عندنا كلمة happy unhappy or careful. okay، عندنا هسه هنا number two compound words which are made of two or sometimes more independent English words such as ice cream or armchair. يعني شنو هي النقطة الثانية؟ مفردات مركبة وهي تتكون من كلمتين اوكي مستقلتين واحيانا اكثر. شلون عندنا ايس كلمه وكريم كلمه، اثنيناتهن صار كومباوند ووردز ايس كريم اوكي، اور ارم اند تشير، ارم تشير صارت هنا كلمه واحده. اذا الكومباوند ووردز متكون من كلمتين انجليزيتين مستقلات. question، there is a question here، هنا سؤال يقول كم نوع الإضافات في اللغة الإنجليزية؟ How many words, how many sorts of affixes in English? Affixes are two sorts in English. عندنا prefix, okay, addition which come before the stem. عندنا prefix, okay. يعني شنو هي الإضافة البادئة؟ example an، مثلا unhappy or an or مثلا I am, de, pre, or. ذني الأضافات، ذني الكلمات، شبيهن ذني أضافات بادئة، شو نسميهن prefix. الثاني الأضافة الثانية suffix. suffix addition أضافة which come after the stem. يعني شنو تأتي وين؟ بعد المفردة، بعد الكلمة الرئيسية الستيم. مثلا fullness، مثلا carelessness or less or meant، هذين الاضافات شو نسميهن suffix. هاي بالنسبة لهذا السؤال. وايضا اضافة الى ذلك اكو سؤال يقول mention the possible effects of affixes on word stress. احنا شرحنا هسه بالبداية الأفكسس الإضافات والكومباوند ووردز أوكي. هسه شنو تأثيرهن هذني على الستريس، على التجديد؟ شو يقول هذا السؤال؟ يقول اذكر التأثيرات اللي تسببهن الإضافات على الستريس في المفردات. شو عندنا هنا؟ The affix receives the primary stress. يقول الاحتمال الأول شو يقول؟ إنه الستريس الرئيسي شو يكون على الإضافة نفسها سواء كانت بادئة أو